ثيتا 1 راح اخذ 3 و 4 وافكك. فاذا اخذنا 3 و 4 وفككناهم راح يكون عندي ال كوساين ثيتا 1 زائد عندي ال 2 راح ناخذ هذه عباره عن كوساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 ناقص ال 2 ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 وهي تساوي x. وبعدين اذا اخذت ناخذ الثانيه وبعدين نفكك الثانيه كمان فعندي هون ال ساين ثيتا 1 مش هيك هون ال ساين ثيتا 1 بلس ال 2 هلا هون راح يكون عندي ساين فبتصير ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 بلس ال 2 كوساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 بتساوي 1. هلا اللي بدي اعمله هون بدي اجمعهم بدلاله ثيتا 1 فعندي هون ساين ثيتا 1 وعندي هون كوساين ثيتا 1 هدول الترمز هي كوساين ثيتا 1 وساين ثيتا 1 وعندي تحت هون كوساين ثيتا 1 ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 1 فراح اجمع الترمز اللي فيهم كوساين ثيتا 1 بطلع كوساين ثيتا 1 برا راح يصير عندي جوا ال1 بلس ال2 كوساين ثيتا 2 ناقص راح اطلع هون ساين ثيتا 1 برا جوا راح يصير عندي ال2 ساين ثيتا 2 وهاي تساوي اكس. وهلا نفس الشيء راح اعمل هون راح اجمع التيرمز اللي فيهم ساين ثيتا 1 راح اطلعهم برا جوا راح يصير عندي ال1 بلس ال2 كوساين ثيتا 2 ولاحظ هذا التيرم هو نفس هذا التيرم وبعدين راح اخذ هون اطلع كمان كوساين ثيتا 1 برا بضل عندي ال2 ساين ثيتا 2 بتساوي 1. بتطلع هلا على التيرمز هاد وهاد 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 راح احطهم بدلاله K2 وK1 فراح اسمي هذه هون K1 L1 بلس L2 كوساين ثيتا 2 K2 L2 ساين ثيتا 2 المعادلات هدول بصيروا K1 كوساين ثيتا 1 ماينس K2 ساين ثيتا 1 تساوي X وعندي هون K1 ساين ثيتا 1 ماينس K2 كوساين ثيتا 1 بتساوي 1. هلا راح اعمله الان راح اخذ بلس K2 صح؟ بلس راح اعمله هون راح احاول الاقي مثلث فيه K1 وK2 فلو جبت مثلث اي مثلث بقدر اجيبه احط هون K1 هون K2 هاي راح يكون في عندي زاويه هون جاما وهاي راح اسميها R اللي بتساوي K1 سكوير زائد K2 سكوير مظبوط فصار عندي من هون K2 بتساوي R ساين جاما وK1 بتساوي R كوساين جاما راح اعوض هذول محل K1 وK2 فمحل K1 راح احط R كوساين جاما كوساين ثيتا 1 ماينس R راح تكون الثانية ساين جاما ساين ثيتا 1 بتساوي X واللي هي صارت كوساين كوساين ساين ساين بإشارة ماينس بينهم راح تكون كوساين مجموع الزاويتين والثانية محل K1 راح اعوض R كوساين جاما ساين ثيتا 1 بلس ار الثاني راح تكون هذه اللي هي كي 2 ساين جاما كوساين ثيتا 1 تساوي 1. هاي عباره عن كوساين ديفرنس وهاي ساين ذا سم مظبوط؟ مظبوط فبصير عندي هلا هون اكس على ار بتساوي كوساين كوساين السام بتصير هذه كوساين ثيتا 1 بلس جاما والثانيه بتصير واي على ار ساين ثيتا 1 بلس جاما من هون فصار عندي بالنسبه للزاويه ثيتا 1 بلس جاما بقدر احط اعمل ايه ثاني لها مظبوط؟ فصار عندي ثيتا 1 بلس جاما تساوي A tan 2 X على Y X
هلا هاي كيف رح تعطيني حلين؟ رح تعطيني حلين لانه انا عندي هون دلالة K1 و K2 عندي كوساين ثيتا 2، كوساين ثيتا 2 كم قيمة إلها؟ قيمة واحدة. بس هون ساين ثيتا 2 إلها قيمتين. فرح يطلع معي بالحلول رح يطلع 1 value for K1 و 2 values for K2. ال 2 values في K2 عايش بيعتمدوا؟ على القيم اللي هون بتطلع معي. بيطلع القيمتين اللي بيطلعوا لثيتا 2 بيطلع قيمه لثيتا 2 وقيمه ثانيه لثيتا 2 بتعطيني قيمتين للساين فبتعطيني 2 فاليوز فكي 2 فطلعت معي هاي. هلا طبعا جاما نفسها شو بتساوي؟ بتساوي A tan K2 K1 مضبوط؟ جاما نفسها بتساوي A tan 2 K2 K1. فصار بامكاني اطلع جاما، بعوض جاما هون بتطلع معي ثيتا 1 بيطلع قيمتين لثيتا 1 وقيمتين لثيتا 1 بيجوا هون ثيتا 1 ثيتا 2. هذول هاي مرتبطه بالقيمتين اللي بيطلعوا ل K2 والقيمتين اللي بيطلعوا ل K2 مرتبطين ب ثيتا 2. فلانه في قيمتين لثيتا 2 رح يطلعوا عندي قيمتين ل K2 ولانه في قيمتين ل K2 رح يطلع لي قيمتين لثيتا 1 وبعدين بناء على هذول هذول كلهم بيساووا فاي مضبوط؟ ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3 بيساووا فاي. فلانه هون عندي حل بيطلع قيمه لثيتا 3، حل ثاني بيطلع قيمه لثيتا 3. اوكي؟ هلا بناخذ مثال.